الله. بالله الله ليه؟ الكويت هي مصر ومصر هي الكويت، غير كده مش هقول تاني. الله 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 على الكلام القوي هذا. ده حقيقي يا ابني. يا جمالك يا كويت يا كوكب يا كواكب. ما نقدرش نسيبها دي ولا هي تقدر تسيبنا. اكيد. ليه؟ اكيد. اكيد. انت الكلام اللي بقول لك مش واصل قلبك من جوه؟ بلا والله بلا واصل شموت. الكويت بدون مصر ما كانش خيرها علينا. ومصر خيرها عليها، واحنا كلنا ايه؟ يعني مربين ولادنا مع بعض مع بعض. يا جمالك يا كويت يا كوكب يا كواكب. نفديها بحياتنا يا ابني. فاتحه بيوتنا. خيرها علينا. خيرها علينا، بكلمك باخلاص. نعم. كان كراحه او مثلا نسيبها، نسيبها فين؟ نسيبها لايران، نسيبها للدول الثانيه؟ دي احنا قاعدين كده. لو طلبتنا جنود، لو طلبتنا عساكر على الجبهه مش هنبخل. ليه؟ وطننا ده، وطننا كويت. يا جمالك يا كويت يا كوكب يا كوكب. اعزائي المشاهدين، عدنا لكم في فقره ضيف وحدث. رحبوا معي بالمواطن المصري الطيب الحبيب الكويت الاستاذ عبد الرحمن صادق. مرحبا بك استاذ عبد الرحمن. اهلا بك استاذ محمد، اتشرف وجودك ويانا اليوم. الله يبارك فيك. ايه حكايه اللي فوق دي اسمها دي البرنيطه؟ ده كابوس حضرتك. كابوس، ايه حكايته؟ ولا خايف من الصلعه بقى؟ لا والله يا سيادتك، عشان يعني تعودت عليه، وبعدين الشمس شغال على موتوسيكل. ف الكلمات الصادقه اللي قلتها الحلوه هذه، شو اللي خلاك تقولها في ايام العيد الوطني؟ والله يا سعاده الباشا، مساء الخير ايها المشاهدين، مساكم الله بالخير. امي طيبه الله يحفظك يا حنينة، وديتني اللي هي فيه الكفايه الله يحفظك. ف تكرم حضرتك، في حاجات طلباتي أنا كتيرة، فقالت لي هي مش قادرة، عملت معايا المستحيل. فالمهم قالت لي يا ابني حوديك أمانة عندي خالتك، وهي أحن مني. قلت لها خلاص يوم. فالمهم رحت عندي خالتي، خدتني في حضنها، أكرمتني، ما قصرتش معايا، يعني ما شفتش منها إساءة، وولادها نفس القصة. المهم اللي هي أمي مصر وخالتي الكويت. الله. من ساعة ما جيت فيها شعبها طيب، والله 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 بلد خير وبلد طيبة. ومش هقول لك حضرتك، يعني عايشين منها، فاتحين بيوتنا منها، وبلد طيبة. و يعني فعاوز ادي لها جزء من الجميل اللي عملته معايا. ما في جميل، انتوا اخواننا وتشاركونا العمل في بناء هذا البلد يا اخويا. عبد الرحمن، انت لك طلعه حلوه قلتها، النغمه اللي قلتها او الموال اللي قلته، تقول لنا يا خلي المشاهدين يسمعونه. يا جمالك يا كويت يا كوكب يا كواكب، يحميك ربي عالدوام يا كويت، ياللي ما بتفرقيش بين الغريب وابن الديرة يا كويت. عشيتك أنا عشيتك قبل ما أشوفك يا كويت، ولما شفتك عشيتك أكتر يا حبوبة. والله والله العظيم في قلبي انت غالية يا كويت، حنينة حنينة وأصيلة يا كويت، اللي بتعزي بتاخدي في حضنك يا كويت، من طيبك الكرم والجود يا كويت. حتى أمي مصر، حتى أمي مصري وصتني عليك يا كويت، حميكي ربي وحيحميكي على الدوام يا كويت يا رب. الله الله، يستاهل صفقة، يستاهل يستاهل. الله. قاعد تقولها من قلبك يعني يا عبد الرحمن؟ اللي بيطلع من القلب يخش القلب. حضرتك لو حاسس ان كلامي مش واصلك يبقى انا منافق. والله من قلبي، بقالي 12 سنه 12 سنه بالكويت، 12 سنه في الكويت ما شاء الله. ربيت عيالي احلى تربيه، الاعتراف بالحق فضيله،
اعتراف بالحق فضيله، واهلنا علمونا البير اللي بتشرب منه ما تفش فيه، ودي بالعكس صراحه يعني شايف فيها يعني اقل شيء. بتاع المرور يوقفك، المدنيه بكل ادب يشوفها اتفضل، تروح المستوصف يعني خدمات صراحه 100%. كويت ناس طيبين جدا 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 والله. وانت اطيب والشعب المصري اطيب يا اخي. انا يعني حبيبها يعني بعد قلبي والله. سؤالنا الاخير، اذا عندك موال ثاني تسمعنا اياه يلا، احنا مستمتعين وياك. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليل يا ليل يا حلو يا جميل، شغلت قلبي معك، الدنيا تحلى لو في النار انا معك. رأيت خيالك يا حلو، رأيت خيالك في المنام، قمت انا فرحان وقلت يا رب، انا قلت يا رب على بعد الحبيب ما بنام، ما قدرش حبك حرمني النوم، حبك حرمني النوم، يشهد علي يا رب الواحد القهار، النظرة منك دواء، النظرة منك دواء، وابتسامتك في تهمين، سبحان من حلاك يا حلو يا جميل، روحي في روحك يا روحي روحين الله. في روح وانغابت روحك عن روحي، روحي بتروح يا حبيبي، فكري بيك مشغول وحياتي لك وحدك، لكن أغير من اللي يحبك يا فؤادي يا رب. يستاهل الصفقة بعد ثانية. أخي عبد الرحمن، أنا شاكر لك على حضورك اليوم وأتمنى لك كل توفيق إن شاء الله. شكرا لك عبد الرحمن. أعزائي المشاهدين، انتهينا من فقرة ضيف وحدث، الآن أنتقل للبرنامج وجها لوجه مع الأستاذ ظاهر صويان والأستاذ علي الياسين، وحديث عن مشاكل الصيادين ونقعة الشملال وارتفاع الأسماك. فاصل وارجع لكم.